فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم رفع الإمام لصوته وترديده بعض الآيات التي فيها وعيد ليتأثر بها المأموم؟ الله، هذا شيء ما ورد، هذا شيء ما ورد. الإنسان ما يفعل شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف. نعم، والصلاة محددة، ما أحد يتصرف فيها أو يدخل فيها شيئا إلا بدليل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.